من بعد ديال الوضع حنصل فيه 10 ديال العيون. هاد العيون هما الاساسيات الرسميات، وتيتزادوا بعض العيون ملي تكون الثلج كثير وهذا تيتزادوا تيوليو اكثر من 12، وان 12 هي العيون الرسميه اللي تتكون المنبع ديال الوضع حنصل. حنصل تسمى على واحد الولي الصالح اللي مدفون تما في زاوية حنصل، تسمى سيدي سعيد حنصل. وهذا الولي الصالح كان جا من أسفي، من الناس اللي كانوا تيقراو تيحفظوا القرآن، وجا ووصل لزاوية حنصل في تقريبا في القرن الثالث عشر، وجلس تما في زاويه حنصل، وتسمات هذاك داك الواد وداك المنطقه كلها بالسميه ديال داك الوالي الصالح سيدي سعد حنصل. كنفيق مع الصباح انا وقتها، وكنجي بالحمار الواد احنصل، وكنمر بواد وكندوم الفطار باش نشربو نعمراتي ونعجنو. حنصل تيبدا من تاغيه حتى بالويدان، من تاغيه حتى بالويدان نقدر نشوفوا بانه الناس العلاقه ديال الناس ديال المنطقه بالواد كان غير الفلاحه. في واحد لابارتي تقريبا الواد فيه تقريبا 50 كيلومتر ولا 55 كيلومتر، وكاينه واحد 25 كيلومتر الناس تيزولوا الفلاحه، والاستهلاك تيكون ديما الاستهلاك الداخلي، يعني ما كاينش السوق. كان واحد 5% ديال المنتوج تيمشي للسوق وداك الشهر تيستهلكو الناس. وكان واحد لابارتي من ازروال حتى للبلويدان، يعني ما فيهاش الظروف ديال الفلاحه، يعني الناس في ديك المنطقه من ازروال حتى للبلويدان غير تربيه المواشي. لا الا زي قديم الزمان يعطر ذا تيكان بدلشان ومذكور ثمانس ذا تاسينا ينغ ذا ديس تيكان دي سير تاديس الزادنا ينغ ذا تغيماغ فدود الحملاتين وثتاسنا ينغ أرذوالو ذا الزادنا ينغ ستي سيرت أمان تي سيرت نواما نزري ذا تي الزادنا ستي سيرت جين دي ستي سار عايش نجوي ناغ يمشي لنا مريو قرواسي في قادرين يدير مشاكل، ولا الناس في نوحنصال يجي يقضي مرضى يتغار. دا شرزنا لنا ثمان واسيف نوحنصال، اسيلاي لنا ارزاد لنا ستيسير، ارتي الزاد ارتي تان عايشن جوينا غاينا غاي عايشن، كل وقت لنا، انا غايش تعايشن صافي انا غايدي لنا. دوخ لي خسيبا ذاني بنيشا امازير نسي يجبر داز تي تانا ويد غاضنين يا تسعد بنوني غرم اغنا سامزداق ارس تخلاسن ارتي تحضون ذا السار اربعان مدن ارتحضوني غرمان
أرضية أمزلس أربعة دنين. بالنسبة لغرمان التطور ديالهم بدا من يامات السيبة. السيبة كانوا الناس يعيشوا مفرقين في الجبال بالرعي وبالكسيبة ديالهم اللي عندهم وداكشي ديال الفلاحة المتواضعة اللي كانت، انما فكروا هما باش خصهم داكشي باش يحافظوا على داك المنتوج الزراعي والمنتوج اللي كانت اللي تيكون عندهم، خصهم يديروا في واحد البلاصة واحد المكان اللي يكون يتحافظ عليه. تفقوا وتيديروا واحد المجموعه ديال السكان ومجموعه ديال الدواوير، تيبنوا هذوك غرمان قصوره، وكل واحد فيهم تتكون عنده واحد البيت تتسمى البيت ديال الخزين. المشاكل اللي تتكلف بها المرأة هي الطبخ. البركوكس هي واحد الأكلة اللي المكونات ديالها هي الطحين اللي تيصوبوا العيالات، كذلك هو واحد النوع ديال الماكلة اللي تدار في المناسبات والحفلات. هذه بركوكس معروفة عندنا. ناس تمشطو ناس نوبرشوش ناس يسيد التين وناس يسيد نجس أغون غد الزيت تين تحرش تين هنا سيسيد نجس أغون غد الزيت نفسيس والنية ينشا نضم غراء والنية ينشا نسيبع والنية ينشا برشوك سيد انتخذها. أيضا انتخذها مخول شيخ زادي انتويك الشيط المرة ونمي إلا وغيولي ربوس ونمي وريلي وغيولي ربوس دوتنس هاي النغ نكون أيضا تسي إشتما زيرتنا نوصف نوح نصال يو هاي النغ أيضا تخدم وإن أين ما يغيش أخويا أنا خدم كوي نغ كله هاي النغ نبرشيك سيدا تكا إيتما زيرتي تخن كوني سواسي كشيضا سواسي كوصف نوح نصال هاي النغ أيضا سير نكون أيضا غيكا كوصف نوح نصال ذان زتميك الشيضا هاي نفتر برشيك سير وقت الله خسر برشيك سيدا نفتر ناي اللو دي نبي الفرق رايز ولو في غنك ذبي غيزة عفنا ذناي عد الزين وولاي عد الزين وذناي عد الزين بالنسبه لوضع حنصل تستعمل فيه واحد النوع ديال الرياضه تسمى الكاياك. هذا الكاياك تيدار تقريبا شهر 3 4 ملي تيكون الواد حامل مزيان مجهد شي شويه تيكون فيه الماء كثير. هذوك الناس كذلك تيديروا هذه الرياضه هذه تيجيو مع الواد حتى توصل للبحر ديال بلويدان. كومبانياتور كا كرافتينغ تن درت بزاف د الويدان في المغرب شي 5 ولا 6 ولاحظت ان وضع حنصل هو الاول هو الناس اللي تيديروا هاد الاكتيفيتي هادو عجبهم بزاف بحكم انه المناظر الطبيعيه اللي كاين في لولون ديالو يعني متنوعه. كاينين تنمشيو تنلقاو لي غورش تنلقاو لي فيلاج دي فيلاج علوات تلقاو الناس اللي تيرحبوا بنا تلقاو يعني مثلا عوض ما دير 3 ايام 4 ايام هنا يقدر دير 5 ايام يعني كاين واحد التنوع ديال المناظر الطبيعيه اللي يمكن الانسان يشوفهم في هذه المنطقه. اون بلوس المنطقه فيها المأوي باش يستقبلوا الناس والناس كرماء تيستقبل اي واحد جاي يستقبلوه يكون كما كان. وانا شفت بانه هذا واد احسن هو المهم كاع في الويدان اللي شفت في المغرب في هذه الرياضات المائيه.
هاد الرياضات المائيه كاين الواد مكلاسي لي كاتيجوري، كاين مثلا في مارس افريل تيكون الواد في كاتيجوري كلاس 3 كلاس 4، يعني تيجيو الناس من برا لي سبيسياليست اللي تيديروا هاد لو سكور هذا، تيديروه يعني بحال نقول لك شهرين ماكسيموم، شهرين وديك الشهر الثالث الشهر 4 والشهر 5 تنحاولوا اننا نستقبلوا الناس المغاربه اللي تيجيو يديروا هاد يشاركوا في هاد الرياضات هذه، بحكم ان الشهر 5 والشهر 6 الواد تيكون هابط وسهل عليهم اي واحد يمارس هاد الرياضات. المنطقة عاوتاني واحد لا زون بحال نقدر نقولوا واحد لا زون سونترال، يقدر نمشيو من هنا لايت بوك الماز لقلعة البونا، يقدر نمشيو لإيميل شي لوارزازات، يقدر نمشيو لبومال داداس، يعني واحد المنطقة جات في الوسط. وليزاكتيفيتي توريستيك واحد كاين ليزاكتيفيتي كاين لي بيزاج باقيين فيرج، يعني واحد النسبة ديال الناس اللي عارفينهم وتيمشيو لهم. بالنسبه للمصب ديال وادا حنصال على بحيره بين الويدان، فتقريبا كاينه فيه 16 كيلومتر طول وما فوق 5 كيلومتر عرض، هذه هي المساحه ديالو. وهو هاد المساحه اللي كاينه تتزاد وتتنقص على حسب الفصول، متى تكون الشتاء والثلج فالعلو ديالو تيتزاد وتينقص على حسب الفصول، على حسب الشتاء وعلى حسب الثلج اللي تيصب في السنه. واضح نصار جماعة ديريت مزيح تنصيدو فيه في الوقت اللي حوش بك من 40 الفوق البحر 40 45 50 60 90 اللي حوش كاين البلاصة فين كاين الحوت، كاين البلاصة اللي ما فيها الحوت. الصيادة تتحش من شهر جوج حتى شهر 6 عاد نبداو. انواع ديال الشباكين اللي تنصيدو في البحيره ديال بين الويدان، كاينه 40 تنصيدو بها الكاردو، كاينه 45 تنصيدو بها البلاك، كاينه 50 تنصيدو بها البروشي والسوندر، كاينه 60 تنصيدو بها لاكارب والبروشي نيت، كاينه 70 حتى هي البروشي والسوندر ولاكارب، كاينه 90 ديال لاكارب. هذاك الشيء اللي عندنا في البحيره ديال بين الويدان. الحوت الفرح ديال الحوت ديال بالويدان ديال البحر الكبير ياك، هنا كان فيه كان الكاردو فيه الشوك، الصندر ما فيه الشوك، البلاك ما فيه الشوك، لاكارب قليل فيه الشوك حتى هي، البير شويه، الحوت ديال البحر كبير، ما مثلا تنستعملوهم حنا هنا.
هنا في البحيره ديال بالويدان تصوبوا الفريكات الصغار، ما كاين لا مواج لا والو، والبحر الكبير تصوبوا كاين المواج وكاين العجاج وكاين داك الشيء. على داك الشيء ماشي بحال بحال، كاين الفرق بين هنا وبين البحر. هذا الفريكات تصوبوا مغرب بالقصدير والخشب، ما كاين لا مواج لا والو، تنعديو بها وشي تمشيو بها وصافي. بالنسبه للرياضات اللي تيتمارسوا على صعيد البحيره، واحد النوع ديال الصيد الترفيهي اللي تيمارسوه بعض الناس من اوروبا كذلك، تيجيو تيديروا داك لا كارب نيوكيل، تيصيدوا لا كارب وتتصوروا معها وتيطلقوها، ما تيشدوها ما تاكلوهاش. J'ai connu cela depuis la France par des reportages sur des revues spécialisées, notamment la revue Mediacarp. Et ça m'a donné envie, comme je suis un peu baroudeur, d'aller taquiner ce poisson au Maroc. Voilà. Moi, je pêche beaucoup en France un lac similaire qui a les mêmes couleurs, qui est le lac de Salagou, qui est un lac de beaucoup plus petit évidemment, il ne fait que 700 hectares, dans la région de Montpellier et Béziers. Et c'est mon lac favori et j'ai retrouvé un peu, en plus grand bien sûr, le même type de lac ici. Et ça m'a donné envie de venir pêcher, puis voilà, au Maroc on est bien, il y a de jolis poissons. Et les gens sont sympathiques et puis le lac est merveilleux. كان رسام ترى كلشي هاد فختري هاد الطغار تكان كنتي من شت تكان الحنا راه قرات كانتي وما درتي يمكن هاد درتي وما كانتي وما راه قران باش هاد التوين تغراتينا ساتخن الجنين باش اسكاد هاي تي تنوي فواش تخن كل سنتين تغراتين توين تسردون اش كباش باش هديتني تغراتين هاد تكان السايح روين حرين سلي طبي زار نغت تنسى تقا أجلابي طير موس يا عبروق نستي سيلا حرين ومليل يا تدود كل ذا سنين مير ديك ستريت تصير دون دايتا هاي تتنوي سنين مير تقوزا تسوكوزا يان تطافي نطي تصير دون دي تسوكست تريث مغار تنسى استقا هبو سنتين كنا استقا يروال تنتظر الناس يا خشراتي كان ربعا يا حيلا سيدي التيري ذا التيري قديم ذا التيري وشقير أم حول حوسين ذا التيري قديم دا تريد تسليت بشي لا ديثني تسليت داس تحضر المسيد داخل التكسوة داخل الدوين داس الزنزين
قيمة كشما تاتش شان ماكلة فرنسا حيدو صد هضر هات تارم دنا سي نهار الصباح دي فوت الزنزينة سي تشريت ديال الكار دي فوت الصباح قبل الفطر داس الزنزينة تشريت قيمة يدي غي وحيدوس ربعا المرشد وحيدوس يدغور إلى غيت مازال حيدوز دا يصور في كراس الدونيد دا يصور في الهواء دا يصور في المحبه دا يصور في الصلاح دا يصور في الواجبات الدونيد دا يصور في الفلاح دا يصور في الفقر حاشاك دا يصور في الرباح كلشي دا غير شي يصور